نعلم أن زمان بني أمية شهد ظهورا للأدب العربي بصورة أكبر، لأن الشعر يخرجه اثنان، يخرجه من أفواه وصدور الرجال أمران. الأمر الأول أن يوجد أحد يعطي، يمنح، يمدح فيعطي. فإذا كان هناك خلفاء، كان هناك حكام، كان هناك أمراء يعطون من يمدحهم، فلا ريب أن هؤلاء الشعراء يعلو حضورهم ويظهر سوقهم، لأنهم يطلبون ذلك المال. ولهذا قال جرير: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العقلاء. الأمر الثاني أن يكون هناك حسن، يكون هناك جمال، فالحسن والجمال يجعل الشاعر ينطق فيتحدث. ولذلك قال الأول لما عوتب لماذا ترك الشعر وخفت جذوته، قال: باب البواعث والدوافع مغلق. ثم ذكر أن الشعر لا ينشئه إلا هذين الأمران. نعود لما نحن فيه. لما ظهر هؤلاء الشعراء وقامت سوقهم، ظهر منهم الفرزدق، ظهر منهم جرير، ظهر منهم الأخطل، ظهر منهم غير ذلك من شعراء عصر بني أمية، لأن حكام بني أمية كانوا يغدقون العطايا على الشعراء. منهم جرير. جرير ذكر أبواب صنعاء، هذا موضع الشاهد، ولهذا استطردنا في الحديث، فقال في قصيدة بائية شهيرة: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، ستهدم حائطي قرماء مني، قواف لا أريد بها طلابا، دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركن من صنعاء بابا. نلحظ أن جرير متأثر بالصبغة الشرعية الإسلامية، فكلمة باب صنعاء، أبواب صنعاء، مرت معنا قبل قليل، وردت في الحديث. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأبصر أبواب صنعاء من مقام هذا. لما تكلم عن الشام قال: قصورها الحمر. لما قال تكلم عن فارس، تكلم عن العراق، قال: قصر المدائن الأبيض. فكل بقعة من الأرض تختص بشيء، كل بقعة من الأرض تختص بشيء. الناس إذا أطلق ينصرف ذلك الإطلاق إليه، فإذا قيلت القصور ينصرف إلى الشام، إذ كان لهرقل عناية بالقصور. وكذلك إذا ذكرت المدائن والبلوغ في العمران والتوسع فيها يذكر الفرس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قصر المدائن الأبيض. أما صنعاء فقد كانت كثيرة الأبواب، والله عز وقلنا لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. لهذا لما أراد جرير أن يتحدث عن صنعاء اختار اللفظة النبوية نفسها، فقال: دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركن من صنعاء بابا. وأراد بيثرب المدينة، لكن بنية الشعر لم تساعده على أن يقول المدينة، لأنه لو قال دخلنا قصور المدينة معلمات لانكسر البيت، لكنه حوره وأبدله بقوله المدينة، جعلها يثرب حتى يتفق القول، وإلا هناك نهي شرعي أن ينادي الإنسان المدينة بيثرب، وإنما ذكره الله عز وجل في القرآن لأن المنافقين كانوا يريدون أن يعيدوا ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم من لحمة الدين إلى لحمة الأرض، فقالوا كما قال الله عز وجل عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. موضع الشاهد من الآية أنهم كانوا يتنادون: يا أهل يثرب. حتى الصبغة التي صبغها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأسماها المدينة أرادوا أن يخرجوا منها حتى يعيدوا مجدا زائفا كانوا يتغنون به قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته عليه السلام إلى المدينة. فجرير هنا من هذا المنوال يقول: دخلنا قصور يثرب معلمات. وقصور يثرب إنما كانت في حواشيها على وادي العقيق، كانت هناك بعض القصور لسعد بن أبي وقاص، لعروة بن الزبير، فاشتهرت لأنهم كانوا يتوخون ذلك الوادي ويبنون على ضفافه قصورا. وهذا الذي أراده جرير: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا، يتكلم عن أبيات شعره وأنها تسير في الناس، ولم يتركنا من صنعاء بابا. ولا نعلم حاليا كم كان لصنعاء من الأبواب، لكن جرت العادة أن المدن الكبار يكون لها أبواب كثر. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب لما بعث أبناءه يتحسسون أمر يوسف وأمر بنيامين، قال الله عنه:
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فذلك يدل على أن مصر في ذلك الزمان كان لها أبواب عدة شائعة متفرقة، وهذا يدل على اتساع العمران، ويدل على أن الحاكم في ذلك الزمان قادر على أن يسوس الناس سياسة يحفظ بها أمنهم، أو أعظم ما يرغبه الناس ممن يحكمونهم، ولم يتركن من صنعاء بابا. وإذا استطردنا فإن هذه البائية هي التي فيها البيت الشهير الذي قاله جرير في ذم الراعي النميري، والذي أودى به وهو قوله: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا البيت سار في الناس سيرورة عظيمة، حتى قال النقاد: كان يسير كسيران النار في الهشيم. ولم يبق بيت من العرب إلا ودخلوا هذا البيت أي الشعر، فيعيرون بني نمير به: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والراعي النميري وضعه قدره وسوء حظه في مقابلة جرير لما ألح عليه، ففضل الفرزدق على جرير، فتصدى له جرير له وللفرزدق وللأخطل، يقول: إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. حاول أن يأتي بهم جميعا في بيت واحد وقد فعل. والمراد الحديث عن صنعاء، لكن هذا استطراد أدبي لا بد